نقول الو. الو. ايوه. ازيك استاذ سامي عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ تمام. اسمي سلمى. سلمى. ازيك يا سلمى؟ تمام الحمد لله. كم سنه يا سلمى؟ 26. مرتبطه يا سلمى؟ متجوزه. عندك اولاد؟ لا. اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي يا سلمى؟ لا حب 8 سنين. طيب احكي لي ايه الموضوع؟ انا جوزت قريبي 8 سنين، هو يقرب لي قوي. ما انا 8 سنين في الدراسه، وبعد كده انا اتجوزت في 11 اللي فات، هو شهرين بس اللي قعدتهم. هو كان في الجيش ودخل على اساس ان انا هتجوز في بيت عيله، شهرين ما عجبنيش الوضع هقعد لوحدي. بعد كده هو يعني قعد معايا بس هو 15 يوم ورجع جيشه، خلص في 2، ملحقناش اللي احنا نقعد مع بعض ولا اي حاجة. ابتدى كانوا في اهله في الاول، هم قرايب يعني، هو خالي. ابتدى كانوا الاول حلوين معايا، وانا كنت روحه اوريدي اللي انا بعرف اعمل، انا متفقه ان انا ليا مطبخ، ما ليش علاقه بره ولا شغل الارض ولا الطيور ولا الحاجات دي، لان مش يهود اتفقنا. فابتدى لقيت اللي انا من دخل طوائين في انا والدتي، لان انا بغسل العيله. فابتدى الجو اللي انا مش متعوده، فكنت مستنيه يعني، ابتدى اللي هم يتكلموا ايه، لا انت تنزلي بدري عن كده، لا انت تعملي. ابتدى خالي ما يرايش اللي انا تعبانه، او لو شافني انت قاعده ليه، ما تقومي تشوفيهم بيعملوا ايه، رغم ان انا اكون لسه مخلصه اللي عليا. يجي جوزي مثلا يعني هو هينزل هيقعد اسبوع بس ويرجع جيشه، الاقيهم الساعه 8 بس يخبطوا، بس مجرد ما يطلع الشقه الاقيهم بيخبطوا عليه، انزل اعمل، انزل سوي. والله هو كفء ان هو يرد عن نفسه. بستنى بس بالليل اللي هو يكون معايا، وقته كله معاهم برضو، انت قاعده فوق ليه، انزلي اقعدي معانا تحت. طيب على الاقل انت عروسه يعني، محتاجه تنبسطي شويه يعني. لا انا ما اشتغلش. فابتدى اكلمه اقول له في كذا بيحصل معايا، في مشاكل، طب قول لهم حتى غلط عيب، طب انت اقعد معايا وقتك معايا. ابتديت اللي انا اعيط، نفسيتي تتعب، لان انا بقيت اقعد لوحدي وابتديت مشاكل. يقول لي يطلع يلاقيني يقول لي نكد، انت بتنكدي. قلت له طب تعالى حل معايا النكد ده واقعد معايا، انا مش بطلب حاجه غير انت تقعد معايا، انا مش متعوده على الجو ولا المكان، طب اقعد معايا يعني انا عروسه، بدل ما تسهر معاهم للساعه 2 وانا افضل قاعده مستنيه فوق يعني ليه. يطلع بقى معلش وحقك عليا ويراضي. تاني يوم اللي بنام فيه بصح فيه. بصي عايز اقول لك، النكد طبعا في حد ذاته او الزن في حد ذاته على حاجات معينه لاي راجل بتبقى مضايقاه فبيبتدي يهرب منها. هو بس لو كان يحل معايا الموضوع، انا بطلب منك ايه، مش بطلب حاجه صعبه. ابتدى الموضوع اللي انا خيالي ابتدى يتدخل في شغل البيت، لحد ما انا نازله في يوم في رمضان، لقيته بيسالني انت لسه نازله؟ فبقول له اه. في ليه ما فيش شغل كذا يعني تروحي له؟ قلت له لا انا ما بعرفش اعمل كده، انا يعني ما فيش بهايم تروحي. قلت له لا انا ماليش في كده، انا في المطبخ، وقبل ما قلتيش لي قبل ما نجيبك. قلت له حبيبي ما انت عارفين اللي انا قبل ما اجي اللي انا ماليش في كده. كده ده اللي هو ايه، تنظيف يعني؟ لا البهايم، اللي انا اروح لبهايم. وانا من القاهره ماليش في الكلام ده، وهم عارفين من قبل ما ياخدوا. فابتدى يقول لي يغلط فيا، الله يلعنك، يلعن اليوم اللي جبناكي فيه او شفناكي فيه. وجوزك رايه ايه في الكلام اللي بيتقال؟ ما كانش موجود، كان بره. طيب وامك رايها ايه في الكلام ده؟ ده اخوها يعني. هو كله اتفاجئ بكلامه، وابتدى اللي هو يغلط وانا عيطت. فابتدى اللي انا جوزي يجي، طب ردت فعلي ليك؟ لقيته اللي هو قاعد ساكت. هو مش هيروح يتخانق مع ابوه؟ قلت له لا، انا ما طلبتش منه مره، انا ما بقولوش يتخانق، انا بقول له اقعد معاهم قول لهم هي غلطها ايه بس. طب ما تقولش انتوا غلطانين في ايه، هي غلطها ايه؟ طب ينفع يصح؟ طب دي عروس جات لكم سلفتها غريبه، سنه قعدتوا سنه صابرين عليها عقبال ما. طيب والدتك ما ينفعش تكلم خالك تقول له؟ لا صعب. ليه؟ هو اصلا بينه وبين ماما شويه خلافات علشان ارض وعلشان حاجات، فهو مش بيسمع لماما. باباكي؟ بابايا متوفي.
خالك تاني غيره؟ هو شخص معاه دي ناس كتير يعني، كل اللي اتكلم معاه يعني انت عارفة ان هو انسان غير سوي ومعاه دي ناس كتير، معاه ديهم. حاولت ان انا احل معاه، مفيش خالص. ما تحليش بقى، اللي يقولك عليه ربنا يحرقك وبتاع، اعملي نفسك مش سامعه وداري وشك، انما انا بهايم مش هنزل لبهايم. حاولت اللي انا نفسيتي تعبت، اللي انا ما بعرفش اكل تحت وشغل وكده، حاولت الم هدومي بقى وامشي. حماتي لا ما رضيتش، ما وافقتش على الموضوع ده. لحد ما اختصارا عشان ما اضلش عليك، انا جيت في قبل رمضان قبل العيد بثلاث ايام، عايزه اروح افطر مع ماما لان ماما لوحدها، فطلبت من جوزي فوالده رفض. فقلت له يعني هي دي صله الرحم، نفطر مع عمتك ونيجي في نفس اليوم؟ غلط وما يصحش دي قاعدة لوحديها. طبي بابا قال له لأ، ولو طلعت من البيت ما ترجعش تاني. هو خب عليا يعني انت متجوزة ولا متجوزة بابا؟ ما هو انا بقى ما مش عارف، هو مرضيش يقول لي. بعد كده فضلت قاعدة فوق وانا لابسة ومستنية، يقول لي 10 دقايق وجاي، ربع ساعة وجاي. قال لي لو حد جاي بعتلك ما تنزليش، ما تروحيش في حتة، ما تنزليش تحت. قلت له في حاجة حصلت؟ مامته طلع بعتت لي، فطبيعي احتراما ليها نزلت قلت لها نعم. قالت لي دلوقتي خالك قال لي انت لو رحتي عند مامتك انا مش هقعد في البيت، انا كمان هيمشيني. فانا غصب عني عيطت من كتر الضغوطات اللي انا شايفاها منهم. قلت لها هي دي صله الرحم؟ حرام، انتوا بتخربوا بيت ابنكم، انتوا هتخربوا بيتي. قال لك ايه؟ اما مامته عيب، ما حدش، اما اخواته الاثنين طلعوا من المطبخ يزعقوا يقولوا لي حضرتك بتتكلمي عليه ده بابانا. قلت له محدش يرضى خالص الواقع بيعمله معايا، هو عايز ايه؟ قالوا لي فين جوزك؟ اتصل عليه. اتصلت عليه، ابني تعالى في مشكله معايا. طيب انا جاي 10 دقايق، انت ايه اللي نزلك؟ قلت له طب معلش. بص يا بنت الناس، خليكي في بيتك بقى، خليكي في بيتك وقولي لجوزك انا في بيتي، اوكي؟ اخواتك موجودين البنات، ووالدتك موجوده ووالدك موجود وكل حاجه، انا في بيتي، خليني في بيتي متصانه كده بدل ما انا بتهان وبتهزق. طالما انت مش عارف تاخد لي حقي ومش عارف توقف الناس وتقول لهم لا ما حدش يعمل كده مع مراتي، وحاسه ان انا قاعده لوحدي، يبقى خليني في بيتي. هيطلع بقى خالك يقول لك انزلي ما تنزليش، قولي لا والله يا خالي مش هقدر انزل. ليه بيه؟ يعني ايه؟ مش انا تعبانه مش هقدر انزل. المشكله اللي انا في بيت اهلي بقى لي 5 شهور. انا جيت بيت اهلي قبل العيد بثلاث ايام لحد ما انا تعبت وخدني، قلت له وديني عند ماما. قالوا لي مش هنوديكي. قلت له لا انا عايزه اروح افطر مع ماما، وديني عند ماما بس. انت من ساعتها عند ماما؟ ما رجعتش. ما رجعتيش عشان هو ما رجعكيش ولا عشان انت مش عايزه ترجعي؟ لا عشان عايزه حل، طلبت منه حل. قلت له قعدني فوق وكل حاجه يعني، وهم ليهم احترامهم. قال لي لا انت لو هتقعدي فوق وانا اخدم اهلي. المهم اللي انا قعدت 3 شهور ما حدش تقل عليا لحد ما عمي طلب باباه يجي قعده. فجه بابا بعد 3 شهور ما الناس اتحايلت عليه، عمي لسه قاعد بيفهمه، فبيقول له يا حاج انت غلطك، ما يعني ايه غلط البنت؟ ابتدى خالي اللي هو يغلط، يقول كلام كبير، دي معادية الكل، دي ما بتعملش، أما الناس كلهم، لدرجة اللي هو غلط في حقي. عندي ابن خال صغير في تانية إعدادي، هو اللي بيجيب لي كل طلباتي اللي أنا عايزاها، بيقول لعمي ده بتطلع تقفل على نفسها الساعة 12 بالليل هي وهو. عمي قام، الرجاله كلها قام تخبطوا ايه ده يعني، ازاي عيل في تاني، انت بتسب بنت اختك وجوزها فين؟ وايه اللي انت بتقوله الكلام الغلط ده؟ اتبيه عك الدنيا خالص خالص. عمي قال له قدامكم حل من الاثنين، يا تعزلوها يجيبوا لها حاجتها وتطلقوها. عمك اتكلم صح، وابنك يشتغل وابنك يكون مسؤول عن بيته ومراته. دلوقتي قعدنا شهر قبل ما ردوا على العزله، قالوا وافقنا على العزله. دلوقتي جوزي مش شايفه منه اي رد فعل. انا بطلبش منه غير اللي انا عايزه، امان، ثقه، عايزه احس ان انت في ظهري. بس على الاقل انت دلوقتي لا بتنزلي ولا بتروحي. انا ما رجعتش اصلا، هو جه جوزي طب انت اشتغلت؟ لا اصلا انا بدي اهلي هياخدوا الفلوس وانا هيتبقى معايا كذا. طب يا ابني احنا عندنا عايزين نمشي بيتنا، هنمشي دنيتنا ازاي؟ هرجع بناء على ايه؟ لما ترجع ابقى فاهمك. قلت له طب انا لا، مفيش حاجه اسمها لما ترجع ابقى فاهمك، تبقي فاهمه ابو على نور من اولها يعني. قلت له طب حل المشكله اللي جوايا، انا دلوقتي في مشكله بيني وبينه الا حاجه واحده بس، اللي انا بقيت خايفه. خايفه لان انا واجهت مشاكل كتير، كنت بطولي وكنت بنام معيطه. انا 5 شهور، شهرين بس بعد 8 سنين حب،
اعيش شهرين بس وشهرين عياط وانام معيطه ومش لاقي حد في ظهري، كله طبعا واقف لي يقول لي اتطلقي سيبيه. بصي عايز اقول لك حاجه ببساطه مطلقه خالص، عمك وقف في ظهرك وعمك قال الكلام اللي المفروض يحصل، والكلام اللي قاله عمك واتفق عليه ده هو حطهم في اختيار، وهم ياخدوا القرار، وبناء على القرار ده يا حياتك تتظبط والدنيا تمشي زي الناس وكل حاجة تبقى كويسة ويبقى قد المسؤولية ويتحمل مسؤولية بيتك، يا بصراحة مطلقة شيل ده عنده ارتاح ده من ده ونستريح من وجع القلب. الحياة يا بنت الناس مش مستاهلة بهدلة، العمر بقى مليان قرف في حاجات كتير جدا حوالينا، ما يبقاش قرف من بره وقرف قرفين من جوه. احنا عايزين يعني نبقى جوه الحياة لطيفة شوية نوعا عشان نساعد نفسنا ونقدر نقف على رجلينا ونواجه ونصارع مع الحياة بره، ما يبقاش الصراع بادي أساسا من جوه البيت.